رجعنا معاكم مرة تانية وموضوعنا لسه مخلصش. وسؤال حلقتنا النهاردة مع أم ضد انفاق الزوجة على زوجها. قبل ما نكمل كلامنا يا هدير، خليني نرحب بضيفنا الأستاذ وائل صابر زايد، مستشار قانوني ومأذون شرعي حاليا. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا زوجي. أهلا بك، نورتنا يا فندم. أهلا بك. خليني أسأل حضرتك، إيه رأي الشرع والدين في الزوجة اللي بتعول أولادها وزوجها؟ الأول هبدأ كلامي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشرف الخلق أجمعين، سيدي وحبيبي ونبينا معلمنا الهادي الأمة الإسلامية إلى خير الهداية، سيد البشر أجمعين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله بقدر حبك فيه وبجاهه، وفقنا فيما نحن فيه. طبعا أستاذة هدير، أستاذة أمنية، احنا لو بدأنا نسأل السؤال كده الأول لازم نشوف تمهيد السؤال ده، هو محتاج الإجابة بتاعته تيجي منين. تمهيد الإجابة من نفس التمهيد هنجاوب على السؤال بتاع حضرتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا شرع ربنا في الزواج. شرع الله لنا الزواج لمقاصد سامية وغايات شريفة وأغراض كريمة، منها التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في اختيار الزوجة، اللي هو الزوج بيدور وكل شاب بيدور على بنت الحلال، فتاة أحلامه وعروسته. شرع الله لنا الزواج لمقاصد سامية، مقصد وغرض ونية لكل شاب يقبل على هذا الزواج، إن هو يختار الزوجة أولا صاحبة الدين كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. ولدينها فاظفر بذات الدين تربت ذلك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة في اختيار صاحبة الدين. ايه مواصفات صاحبة الدين اللي وصل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي وصانا عليا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة؟ قلنا المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ايه بقى صفاتها؟ الست المدبرة والست الملتزمة او الست المؤمنة، الست بنت الاصول، بنت الحسب، بنت النسب، صاحبة الجمال وصاحبة الخلق. إذا اختار الشاب هذه الزوجة على هذه الصفات كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاز هذا الشاب في دنياه وإن شاء الله بإذن الله في آخرته، والتقى بها في إيه؟ في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فشغل الزوجة اللي أنت بتأكدي عليها، أو أنا بقول مع أو ضد إنفاق الزوجة على زوجها، يعني حضرتك مع أو ضد الموضوع إنفاق الزوج الزوجة على زوجها؟ الزوجة ما بتنفقش على الزوج. إذا كان اختيار الزوج لصاحبة الخلق وصاحبة اللي احنا قلنا عليها، هي تنفق عليه ازاي؟ إذا هو صرح لها بالعمل أو نزلها مجال العمل لظروف ما، ممكن كل المجتمع يتضامن معاه، إذا كان صاحب مريض أو صاحب علة أو صاحب ظروف لا يقدر على إيه؟ على مثلا قوت يومه، أو إن هو يعرف يصرف على أولاده أو يربي عياله، فهو سمح لها تعمل، إنما هي تنفق عليه في الظروف دي بس، العلة دي، إنما الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ازاي انا هشتغل واصرف على جوزي ده، او الست يعني ازاي هتشتغل وتصرف على جوزها؟ قال لي اذا كان هو مريض، هو هيبقى نايم، الباشا نايم في البيت وبقول لها انزلي اشتغلي؟ دي ظاهره جديده. لا مش ظاهره جديده ولا حاجه، بدون احنا جيمة؟ بدون احنا بنخش في خلاف. للاسف هي بقى انت بتتكلمي في مشكله لها اساس ولها جذور كبيره، مشكله المراه المعيله. مظبوط. 60% من السيدات او المراه المعيله اللي في مجتمعنا النهارده اللي انت عايزه تتكلمي فيها، اذا كانت المراه المعيله دي، سوري في اللفظ، مطلقه، دي مرأة معيلة. إذا كانت المرأة المعيلة دي زوجها بيسافر خارج البلاد أو بيهاجر وطنه عشان يكسب أكتر ويجيب فلوس أكتر ويعمل طموح أكتر ويبني ويعمل مستقبل لعياله، بيشتري بيت كبير، بيشتري حتة أرض، بيعمل مشروع، بيجيب عربية، برضو كل ده يتكسب عشان يتكسب ويزيد في الدخل عشان يصرف على عياله. أصبحت الست دي المعيلة دي معيلة جسديا إذا توفر لها الدولارات والاموال والروقان، والست دي بنسميها الست يعني ايه الرايقه، او الست يعني اللي هي ايه البرنسيسه، كل حاجه تحت كل حاجه معاها، بتصرف من البنك بالايه بالدولارات، بس هي عليها كاهل كبير اللي هو الاولاد، تربيه الاولاد ورعايتهم ودخولهم المدارس وانتظار بنت في كي جي 1 ولا في حضانه ولا في مدرسه ولا في دروس ولا متاخره ولا ولا. دي هي الست المعيله او المراه المعيله جسديا، لان متوفر لها الدخل المادي. مين اللي بيصرف عليها؟ الزوج. طب هي بقى هي اللي بتعول البيت، بتعول الاولاد، تهتم بيه وتربيهم. هم مين اللي بينفق؟ هو الزوج بينفق، بس هي بقى اللي مسؤوله مسؤوليه كامله في البيت، لانه خارج البلد وموفر لها الدولارات، بنقول بيغيب بالسنه واتنين وفي ناس بيشوفوا. طيب معانا مداخله. اتفضل. المهندس احمد اسامه. صباح
السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا انا كنت عايز ارد على فضيله الشيخ. مبدئيا كده مفيش حاجه اسمها ان فرض على الزوجه انها تصرف على زوجها حتى لو كان مريض او جه عله، هو مش واجب عليها. انا ما قلناش فرض، انا بتقبل السؤال ومش واجب عليها. انا دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا في زماننا ده اختلف عن زمان. النهارده بقى في فتره خطوبه، فتره تمام. الخطوبه دي اتعملت لدراسه اخلاق الزوج وهل هو قد المسؤولية ولا مش قد المسؤولية. أنا برفض أصلا فكرة إن يتقال على الراجل اللي أنتوا بتقولوا عليه إن الست بتعيله وهو قاعد في البيت بكامل صحته، برفض أصلا إن إحنا بنقول عليه إنسان. تمام. وفي نفس الوقت الحل الوحيد في الحالة دي هو أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس الحل الوحيد في الحالة اللي زي دي هي الطلاق. تمام. تمام، أنا بوضح لحضرتك بقى حتة إن أنا فرض النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وجوبي على الزوج مفيش، ولا في القرآن ولا في الكتاب. تمام، مفيش في الشرع ولا في العرف حتى إن إذا كان مريض على زوجة. خدته في عز شبابه فعلا ظهرت، وفي حالات قدامي بالوضع ده يا أستاذ الفاضل. أخدته في عز شبابه تعرض لحادث أو حادثة، كان سواق ولا كده، ولا حتى مثلا لو ربنا اصطفاهم وجعلهم من الشهداء واستشهد، ما بتشتغلش زوجات الشهيد؟ ما بيشتغلوش؟ لا بيشتغلوا وبيتكرموا في الدولة وبيشتغلوا، بقت معيلة ايه جسديا ونفسيا واجتماعيا. ان الزوج ما عادش موجود اصلا. طيب يا فندم، انا بتكلم مع حضرتك ان الزوج النهارده هو عمود الاسره، عمود البيت. تمام. لما عمود البيت يقف في البيت والست هي اللي تنزل تصرف عليه يبقى بلا العمود ده خالص. ما هو ايه اختارته الاول؟ بقول لك كان سليم لو تعرض لحادثه، لو تعرض لحادثه واصبح به ظروف مرضيه قاسيه، ان كان بتر ارجل او ذراعين او اي شيء، فما عادش يتكسب ولا يقدر يتعامل ولا يشتغل. ساعات الدين في الحاله دي يا فندم قال ان صدقه منها بس انها ممكن تقيله، بس ما قالش انه فرض عليها. ده المقصد الاولاني، ده المقصد الاولاني انا قصدي استاذ الفاضل. تمام يا فندم، اتفضل يا باشا. طيب. بس انا بوصل لحضرتك نقطه ان حتى في الظرف ده انه مش فرض عليها. مش فرض يعني، حتى فرض. في ظرف انها ان هو مريض او غير قادر على كسب رزقه، غير فرض على الزوجه انها تصرف عليه. مش فرض حضرتك، بس في ناس بتعرض لأمراض. حتى النهارده في زماننا يا فندم الزوجه بقت، معلش مع احترامي لحضرتك، بقت دكتوره، بقت مهندسه، بقت محاسبه، بقت قضيه. النهارده لو الزوج ادالها مطلق الحريه ان ينزل تشتغل، فمالها ليها؟ لا يحق لي انه يطالب بضم مرتبها لمرتبه، او ان هو ان هي تاخد ياخد مرتبها يصرفه على البيت. مظبوط نظر. جميل جميل، متفق معاك طبعا. ولا يعرف تمام الفيزا فين ولا الريسيت اخره كام، ولا ليه انه يسال فيها اصلا، وليها حق التملك انها تتملك حاجه من مالها. طبعا طبعا طبعا، ومالوش انه يسال فيها، وده ديننا اللي وصلنا لكده. متفق دي عادات. مظبوط يا فندم، بشكر حضرتك جدا. برجع مع حضرتك تاني. كنت حابه بس اعرف وجهه نظر حضرتك. تمام. في الموقف الزوجه اللي بتعول زوجها وبتصرف على الاولاد وبتصرف على الزوج وهو معافى، يعني ما فيهوش اي حاجه وما فيهوش اي سبب يخليه ان هو ما يصرفش. تمام. المصاريف اللي هي بتصرفها دي بتبقى صدقه ولا واجب عليها؟ مش واجب عليها، احنا قلنا عشان احنا لسه شايفين المداخله من الاستاذ الفاضل اللي خلص، اللي لسه مخلص المداخله. سعادتك دي صدقه. مظبوط. وانا قلت نفقت الزوج على الزوجه والاولاد على زوجته وعلى اولاده وجوبي. مظبوط. تمام. انا مش مع ان اللي بتصرف على جوزها الا اذا كان هو خارج نطاق الخدمه، مع احترام يعني الكل. مع احترام الكل، وضح لنا. مع احترام الكل، صفات الرجال المحترمه في الزوج المحترم اللي اخذ بنت الناس عشان يوفر لها المسكن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وجعلنا بينكم موده ورحمه. الزوجين دول داخلين شركه عمر، اختيار سليم. مزبوط. اخترتها على صاحبه الدين، او بختارها على اساس الدين وصاحبه الخلق، وبختاره هو على سن الراجل دوت، راجل محترم واخلاق ومشتغل. معانا مداخله مدام عفاف من الجيزه. اهلا مدام عفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضراتكم الاول؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. ربنا يخليك. انا ممكن اشارك واقول لحضرتك مثلا، يعني احيانا بيبقى فيه زوج كويس وطيب وزوجه كويسه. مظبوط. تمام. مثلا ايه يعني مشتغلوا، ايه اللي يمنع ان هم يساعدوا بعضيهم مثلا؟ تمام. طموح. ايه اللي يمنع مثلا يعني ظروفهم على قديهم هم يساعدوا بعضيهم وبيبنوا حياتهم هما الاثنين؟ ما فيش مشكله، بس هو الواجب عليه
الواجب عليه ان هو اللي يصرف. طيب. يعني هما يساعدوا بعض ما فيش مشكله. بس هي ما تصرفش عليه. لا مش بتصرف يعني. هو صح فعلا الرجال ربنا خلق الرجال يشتغلوا والنساء فعلا تقعد في المنزل باختيارها. يعني احنا قصدنا باختيارها ان هي تعمل ده وهي عايزه ده، مش مجبره ان هي تعمل ده. لا مش مجبره يعني. طيب. مثلا هم كويسين وعايشين في بيتهم كويس بس ظروفهم على قديهم يساعدوا بعض. مظبوط. ايه يمنع يعني مثلا؟ احنا بس مشكلتنا في ان الزوج اللي بيقعد والزوجه هي اللي بتصرف عليه، هي دي المشكله. لا مش المشكله كمان نكبرها. مش المشكله بس ان 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 هي تصرف معايا، ما فيش مشاكل في الموضوع ده لو هي عايزه. بس هو ما يفرضش عليها، يعني هو ما يفرضش عليها انها تساعده في مصاريف البيت. بالظبط. بشكر حضرتك جدا مدام عفاف. برجع لحضرتك مره ثانيه. كمل حضرتك. انا بقول سعادتك اذا كان الزوج ده خارج نطاق الخدمه، يعني بعد ما اتجوز بنت الناس وبنت الحلال وبدا يعول اطفال وربنا رزقه بالبنين والبنات، تمام، ولا في مسؤوليه كبرت عليه، اذا خرج نطاق الخدمه، اذا والعياذ بالله تطرق الى طرق الهويه بقى والدمار اللي هي الادمان وغيره، ده باشا ده ما حدش بيعرضه، ده قاعد اصلا الدنيا بالنسبه له كلها بتتلخص معلش في قعده مزاج ولا في سجاره ولا في ازازه ولا في حبه برشام عزك الله. فده انت مش هتصرف عليه، ده هي هتشحت عليه، لانه هو قاعد ده بالداري بلوى او ابتلاء ربنا بلاها بيه. فده اللي انت تبقي ضده وان انا ضده، ومفيش ست تصرف على راجل ابدا، بس هي بقى في الظروف دي اتحطت في المأزق ده وفي المشكله دي. طيب ده نوع مهم جدا وظاهره، انما الست المعيله عموما بقول لحضرتك اهمها اللي هي متوفر لها كل حاجه وهي مسؤوله على البيت والاولاد. مظبوط. انت واقفه معاها والمجتمع واقف معاها ولا لا؟ ليها مناسباتها وليها ظروفها، والاولاد دي عايزه تفسح والاولاد دي عايزه تطلع مصايف، والاب بيبقى بره وبيوفر لهم يعني كل حاجه اونلاين، كل حاجه 100% فري، بس هي عليها كاهل كبير جدا وعليها مسؤوليه كبيره جدا في تربيه الاولاد ورعايتهم وكذا. ليه ما بنبصش للظاهره دي؟ ليه ما بنبصش ان ساعات سيدات معلش في اللفظ بتخدع الزوج، او سوري في اللفظ بتخون الزوج وبتاخد كل دخله ده وكل املاكه وتكتبها باسمها وباسم اخواتها واهلها، وبتحصل حاجات دي ومنتشره الظاهره دي. معانا استاذ رضا من الغربيه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ رضا. السلام عليكم. بعد اذنك وطي التلفزيون شويه. ماشي يا فندم. وطيته يا فندم. وطيته يا فندم. تمام. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ فضيله الشيخ. انا كنت مرحبا مولانا. انا وزارة الهوا مولانا. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. الله يخليك. في بتتكلموا على الجواز والاسر دلوقتي، بس المشكله كلها اللي فيه انا اعرف ناس متجوزه بس تنظلم مع الحريم. اللي هي بتنظلم مع الحريم ازاي؟ بعد بتقعد سنه، بتقعد اثنين، بتقعد ثلاثه، وتخلف وتجيب عيلين وثلاثه. معايا مولانا؟ معاك. بتيجي تخطب مره اثنين، خلاص بتقوم جايه امها كبرها دماغها تقول لها خلاص ما تروحيش على كده، عاوزينك تبقى قايمه من جديد. شروط. قايمه من جديد. شروط. عشان تضمن بنتها تعيش. انا اتمنى لواحده هتعيش معايا وكانت كاتبه عليا قايمه كده ب 500,000 جنيه تاني، او شيء تعمل لها شيك ب 500,000 او مليون جنيه عشان تعيش معايا. حضرتك ممكن انت شفت السؤال اللي مكتوب على الشاشه يا فندم؟ طيب ممكن تجاوب عليه؟ ماشي اجاوب عليه. عشان بالنسبه للايه يا فندم، انت مع ام ضد؟ مع ام ضد انفاق الزوجه على زوجها. لا ماشي يا فندم، ما قلناش حاجه. مع ام ضد حضرتك؟ مع أم ولا ضد؟ طبعا ضد طبعا. ماشي احنا ما بنقولش حاجه يا فندم. ضد يا حاج. ايوه يعني احنا عايزين اجابه مصرحه. حضرتك معاها ولا مش معاها؟ موافق ولا مش موافق؟ لا ما انا وافق غصب عني كده. ازاي توافق؟ اوافق غصب عني كده يعني. اوافق غصب عني اعيش يعني هي تاخد عليا شيك يعني. يعني حضرتك موافق ان زوجتك تصرف على حضرتك؟ لا 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 ما تصرفش. هو ده اللي احنا كنا عايزينه. يا حاج رضا، هو ده الرد اللي احنا مستنيينه. يا حاج رضا، انت ماشي بالمثل بتاع بقى الامهات والعادات القديمه، اغلبيه بالعيال يغلبك بالمال والكلام ده، وتروحي عند امك وتقعدي وخلاص كل حاجه هتيجي تحت امرك. لا ده هي محكمه الاسره النهارده بسم الله ما شاء الله عليها، مش مستنيه حاجه، مش ناسي حاجه. محكمه يا مولانا، محكمه الاسره هي اللي بوظت الدنيا، بتقبض الحريم.
ما بوظتش ولا حاجه. ما هو برضه في ناس، في ناس برضه بنبقى احنا نتبرى منهم، في رجاله ممكن نتبرى منهم، رجاله بتضيع حقوق الزوجه، بتضيع حقوق عيالها، بتدمر عيالها، بتبيع املاكها ورا شهوات، ورا نزوات، ورا مخدرات، ورا دمار. ديت احنا دول، دول احنا ما نعتبرهمش رجاله. لا لا دول تعتبر المحكمه بتجيب حق كل مظلومه. بشكر حضرتك جدا. مع حضرتك استاذ وائل نكمل بقى. ازاي الزوجه بتتعامل مع الزوج العالي عليها، او بمعنى اصح لما بيكون الزوج بيصرف على الزوجه والاولاد بيكون هو المتحكم الرئيسي في البيت، لو بقى بدلت ان بدلنا الادوار قبل ما اتفضل ايه التصرف ازاي تتصرف معاه؟ مش انا قلت لحضرتك في بدايه كلامي لو جيت تحل اساس اي مشكله شوف الاسباب يعني؟ شوف الاسباب وشوف الدوافع اللي اضطرتها لكده. تمام. انا قلت لك نوع واحد عندي انا بسميه ده راجل خارج نطاق الخدمه خالص، ده اصلا يعني بره الهويه، مش معروف له هو راجل ولا هو شيخ، يعني شبه راجل ولا ايه في البيت بالظبط. يجب ان تكون الست ست في البيت ويكون الراجل راجل في البيت. أو اولا راجل له قوامه وله وضعه وله شخصيته وله قيمته امام عياله، امام جيرانه، امام المجتمع. انما النهارده لو الراجل سلم للست الشغل، حتى بقول لك لو هو كان مريض ولا بتبقى هي، شوفي يعني هي ربنا بيوفقها والناس بتقف معاها وبتساعدها، ولو في مهنه معينه ولا بتبيع حاجه معينه ولا بتصنع حاجه معينه مثلا ملابس او غيره، بتلاقي الناس بتجري وتاخد منها بتساعد عشان ظروف الرجل. انما انا كراجل ما عنديش حل غير ان زوجتي في البيت تربي لي عيالي وتعلم عيالي وتوفر لي الجو المناخ بعد وظيفتي وبعد عملي او بعد رجوعي من عملي، الاقي جو مهيئ للراحه. طيب لو هي شغاله ليه؟ مش مع الشغل. مظبوط. طيب من وجهه نظر حضرتك اتفضلي لو تفتكر ايه الاسباب اللي ادت لانتشار الظاهره دي؟ يعني احنا بدانا من ايه علشان يحصل كده، وخصوصا في الفتره دي ان الوضع ده زاد جدا، الظاهره دي انتشرت جدا. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. استاذه هدير استاذه امنيه، الظاهره دي انتشرت جدا زي ما سمعنا، يعني الشروط بدايتها ايه؟ الشروط والواجبات او التكاليف او المتطلبات بتاع انشاء بيت الزوجية. معنا مداخلة. ام هبة من القاهرة، اهلا وسهلا. ايوه حبيبتي، انا ضد ان الزوجة تصرف على الزوج. تمام يا فندم. يعني بيعتبر عاجز كده طبعا، واحنا كرجاله بنقول لك برضه احنا ضد. طبعا احنا ضد. ايوه انا ضد جدا، يعني انا موافقاكم في الكلام. حتى لو هو مريض؟ حتى لا، لو مريض ماشي. لو مريض معاه عذر. انما سليم وقاعد في البيت مستني القرش اللي يجيله، ده يعتبر انسان عاجز، ما تستاهلش ان تعيش معاه يوم واحد. ده انسان خارج نطاق الخدمه يا حاج. ايوه خارج نطاق الخدمه، ده مش تبعنا خالص. معلش يعني لا مش تبع الرجاله خالص. في البطاقه بس. البطاقه بس. يعني ما تقلقيش احنا زعلانين على كده. كلامك مظبوط، الموضوع جميل جدا ومهم. ربنا ومنتشر الايام ده فعلا الكلام اللي بتقوله ده. ربنا يخليك. المجتمع يعني مش مجتمع في مصر بس، لا المجتمع العربي عنده مشكله. بشكر حضرتك جدا. اتفضل يا زينب. اتفضل حضرتك. عنده المجتمع العربي عموما او الوطن العربي عموما، المسلمين عامه، ساعات المشكله دي بتتطرق اليها بعض البيوت او بعض الزوجات، ان تلاقيه بقول لحضرتك ايه، اعتمد على الله وقال خلاص هي شغاله، الفيزا في جيبه، هي بتروح ممكن يعني بتبقاش يعني مش في كامل روقانها في بيتها وكده. ليه؟ مسؤوليه شغل ومواعيد وارتباطات، وممكن يكون المدير بتاعها ولا الرئيس بتاعها يعني ايه دماغه رايقه قوي، برضو الصبح الجو بتاعه كان تمام فيجي يصبح اللي في المكتب تلاقي الدنيا شده والدنيا ستريس، تلاقي ده كاهل، وده مشكله على الزوجه في الشغل وفي البيت ومع الزوج اللي هو سبع البرومبا اللي قاعد في البيت ده، وانا مش معاه. تمام. انا ضده تمام. تمام. كنت عايزه اعرف من حضرتك بقى بوجه عام ايه حقوق المراه على الرجل وحقوق الرجل على المراه؟ حقوق الرجل على المراه، الست اللي هي اتجوزت الرجل ده هوت على ظروفه الماديه او ظروفه الاجتماعيه اللي موافقه عليها، وزي ما قال اخونا الفاضل الاستاذ رضا قبل كده، فتره خطوبه، فتره اختبار، فتره هقول يعني مش مراقبه بس، فتره يعني ايه مواقف كده، وبعد التتشات بتحصل، متضايق مره سمعت منه لفظين، متضايقه مره سمعت منها لفظين، كل المعاملات ديت بتظهر للزوج او الزوجه
فترة الخطوبة طبع الشخص ده ايه، تمام؟ حتى لو كان عصبي، حتى لو كان مادي، حتى لو كان نزيه وبيصرف وبرز. فالمشكلة احنا عايزين نحلها من بداية الاختيار. ان كنت انت مختارة واحد وعارفة ان هو راجل وراجل شرقي مش بتاع ان انت تخرجي من البيت وتشتغل والكلام ده كله، هيريحك طول العمر. تمام. بشكر حضرتك جدا استاذ وائل صابر زايد، مستشار قانوني ومأذون شرعي. معانا تهنئه تتقدم اسره برنامج نحو الهدف ورئيس التحرير الاستاذ تامر خطاب بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين باداره نفقه الدوله بمديريه الصحه بالمنوفيه والقياده الحكيمه للدكتور محمد سامي والدكتور فيصل جوده وكيل وزاره الصحه بالمنوفيه. نتمنى لهم مزيدا من التميز والتوفيق. ممكن ختاما بقى نقول الحب سيدنا رسول الله. للأسف الوقت دهمنا، يا رب تكون الحلقة نالت أعجاب حضراتكم. شكرا جدا مع حضراتكم، كانت معكم أمنية أشرف.